أعلن أعلن عن التحالف بقيادة السعودية في العام 2015 وانطلقت عاصفة الحزم ضد الحوثيين. ومنذ ذلك الوقت والإمارات تستغل عضويتها في هذا التحالف لتمارس كافة أنواع الانتهاكات الإنسانية في اليمن. في العام 2019 استهدفت الجيش اليمني في عدن بضربات جوية مباشرة. أيضا الشهر الماضي في شبوة فقد عملت على إنشاء هيكل أمني موازن خارج إطار القانون لتمارس انتهاكات صارخة، منها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية وإنشاء سجون سرية لتشرف عليها الإمارات وتشارك في إذاقة اليمنيين ألوان العذاب والعنف بما في ذلك العنف الجنسي. كما أنشأت القواعد العسكرية وسعت للسيطرة على الموانئ، وكلها ممارسات هدفها تقويض السلطة الشرعية وإعادة ضبط مسار الحرب وفقا لأجندتها، بصرف النظر عن كلفتها الإنسانية بحق اليمنيين وبصرف النظر عن مئات الآلاف من القتلى وملايين المهجرين من منازلهم في الداخل والخارج. جرائم الحرب الإماراتية في اليمن هذه دائما يقابلها من يدافع عنها ويسعى لتبييضها، منهم هذا الشخص ضحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق الذي طالما هاجم اليمنيين في مواقف متعددة ويدافع عن جرائم الإمارات وميليشياتها. خلفان ظهر في أحد شوارع ألمانيا ليصادفه أحد الشباب اليمنيين يصرخ في وجهه قائلا: أنا هنا ليش؟ بلدي تضررت من أفعالكم، في إشارة منه للتدخلات الإماراتية ووقوفها وراء الفوضى واستدامة الحرب في اليمن. نتابع. أنا هنا ليش؟ أنا هنا ليش؟ بلدي متضررة من تحت رأسي. مش بضرابه، احنا بالعكس. يا شباب لا لا، عند العرب عيب، عند العرب عيب، بس انا ليش هنا بقعد الشارع؟ انا بلدي متضرره من تحت راسكم. من الهن؟ اي منكم انتم. شوف انا بلدي متضرره من تحت راسكم. انا ما بشم امك، عيب اشم امك، عيب. ما انا بشم ايش شتم؟ مين شتم؟ مين شتم؟ مين شتم؟ مين شتم؟ ما حدا شتم. ما حدا شتم. ما حدا شتم. عندي شهود عليك. ما حدا شتم. ما حدا شتم. ما حدا شتم. ما حدا شتم. انا ما حدا شتم. شوف انت مش محترف. اوكي. شكرا لك. شكرا لك. انت تحب اليمن. فرصة سعيدة. ما حدا يدري حد. عيب. بالقانون. شوف انت مطلوب البوليس وعادي كنا احنا نروح البوليس. ايش المشكلة؟ عادي ما عندي مشكلة. تمام. كما رأينا في الفيديو الذي نشرته منصة تعز تايم والذي يدعي فيه ضاحي خلفان المحاط بمرافقين الذين كانوا بصدد الاشتباك مع الشاب اليمني، ويحاول خلفان ثانيهم مدعيا أن الشاب اليمني سب أمه قائلا له: هذا عيب. وبالتدقيق في محتوى الفيديو والتسجيل لم يكن هناك أي شتيمة من قبل الشاب اليمني، كما شدد الشاب أن بإمكانه التوجه إلى الشرطة مع ضاحي خلفان. بعد هذه الحادثة نشر ضاحي خلفان سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر تضمنت صورة للصحفي محمد عبد الملك رئيس تحرير منصة تعز تايم على خلفية نشره مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، وطلب من متابعيه تزويده بمعلومات عنه، ثم لاحقا شكر الجميع على التفاعل مؤكدا أنه حصل على المعلومة التي بحث عنها. يقول خلفان في التغريدة: هذه الصورة لصحفي يدعي أن اسمه محمد عبد الملك دحباشي من فروخ الإخوان، من يكون؟ أرجو من زملائي اليمنيين إفادتي عنه. في تغريدة أخرى قال المسؤول الإماراتي ضاحي خلفان: لم يبقى لدى الإخوانجية إلا استغلال البلطجية في الخارج لسب الإماراتيين. اتضح أن الشخص نفسه سبق أن شتم مجموعة إماراتية قبل أسبوع. أشكر اليمنيين الموجودين في ألمانيا والذين أعطوني تفاصيل عن شلة البلطجية.
يخرج بعدها الصحفي محمد عبد الملك ببلاغ لمجلس نقابة الصحفيين اليمنيين بما قال إنها تهديدات ضمنية تلقاها من قبل القيادي الأمني الإماراتي المسمى خلفان على خلفية نشر المنصة التي يديرها فيديو يظهر فيه خلفان مع شاب يمني وهما يتبادلان الشتائم، مفيدا أنه تفاجأ من تغريدة خلفان التي طلب فيها معلومات عن اسمه وصورته، مضيفا ما كنت لأعير هذا الموضوع أي اهتمام لو كان من شخص لا يعمل ضمن جهاز أمني رسمي. كما حمل خلفان مسؤولية ما قد يتعرض له من مضايقات أو أذى معنوي كان أو جسدي. أعزائي المشاهدين، صاحب هذه الحادثة موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض لكم منها. صلاح بن عمر بابقي يقول: ضحي خلفان مصدوم من كلام مواطن يمني قال له اليمن تدمرت بسببكم. ضحي غير متعود إلا على سماع تطبيل الانتقالي بعد صناعة الميليشيات الانفصالية والتواصل مع الحوثي قبل ذلك لتحريضه على انقلاب 2014، وعاده يسأل هل اليمن متضررة بسببنا؟ ضحي خلفان يعاني من متلازمة الإنكار. عبد الباسط الشاجع يقول: غضب الشاب اليمني في وجه ضاحي خلفان، وغضب الشاب يكشف حجم غضب اليمنيين على العبث والدمار وتنفيذ مخطط التقسيم والتخادم مع المشروع الإيراني داخل كل يمني، جبال من الغضب والقهر تجاه عبث الإمارات والتحالف ببلدنا هذا المبتدأ، فقط ستصطلون بالنار التي تشعلونها وتدمرون أحلام اليمنيين. محمد يقول: قال عند العرب عيب. وش اللي عيب؟ كلامه كله صح، الشاب من تحت راسكم صار اللي صار في اليمن وفي شعب اليمن. أحمد يقول: ضحي خلفان أنتم السبب في دمار اليمن وهذه حقيقة، فمعظم حكام العرب ومن معاهم هم السبب الرئيسي في تأخر الوطن العربي كله، والشباب متبهذل في الغربة مش عارف يعيش وبلاده منكوبة. خالد العزوة يقول: ضاحي خلفان حرف وقلب الموضوع في مواجهة اليمني، هو يعرف جيدا أن اليمني ذو شهامة وكرامة ويحترم المرأة، وألبسه تهمة بأنه سب أمه وأنساه موضوع العبث الإماراتي الحاصل في اليمن، وهو يعي ويعرف أن بلاده عبثت وما زالت مستمرة في عبثها في اليمن. جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين اليمنيين تفاعلت وتضامنت مع الصحفي محمد عبد الملك مستنكرة ما ورد في تغريدات ضاحي خلفان والتي حملت لغة تحريضية تجاه الصحفي حسب وصف النقابة، كما حملت مسؤولية ما قد يلحق به من مخاطر أو أذى، وكررت النقابة دعوتها بعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية مطالبة السلطات بتوفير الحماية للصحفي محمد. استضيف معنا عبر سكايب عبد الرحمن القشائي، يمني مقيم في ألمانيا. عبد الرحمن يا مرحب. مرحبا، أهلا وسهلا. نعم أهلا بك يا عبد الرحمن معنا. عبد الرحمن، صف لنا كيف حدثت هذه الواقعة التي انتشرت بين اليمنيين. هو كما هو واضح من البداية، الفيديو أعتقد أنه واضح، قصة انتشرت بشكل واسع، أصبح الجميع يعرف، لكن للتوضيح أكثر يعني المسألة، القصة بدأت بشكل عادي جدا. نعم. بدأت بسؤال طبيعي، إنه السؤال المعروف يعني، إنه أنا ليش بلدي متضررة من تحت راسكم، كان بالضبط الذي قلته، بلدي متضررة من أفعالكم. وهذا الدور لا يخفى عليه دور الإمارات في كيف وصلتم إلى هذه الجملة بالضبط؟ ما الذي قاله لك لترد عليه بهذه الجملة؟ لا هو كان في البداية سلام عليكم السلام، يعني عرف إنه نحن عرب تعرف بلاد هذه، فبدأ النقاش بهذه الصورة، فاهم؟ لكن يبدو إنه عندهم قلق
عندي هوس أمني شخص أمني. ثاني حاجة إنه هم مستغربين لأنه ما فيش عندهم أي جو ديمقراطي أو يمكن أن يقدم له أي شخص انتقاد أو يناقش أي شخص بشكل طبيعي أو بشكل عادي. نعم. فهذا هو الذي أجج المسألة أكثر. ما الذي ناقشته حوله؟ كيف ناقشته أنت؟ كيف ناقشته؟ يعني كيف بدأ النقاش بينكم؟ هو لم يكن نقاش بالمناسبة، لم يكن نقاشا. نعم. هو كانت وجهة، ما كان نقاش بالمناسبة. بدأ السلام عليكم، عليكم السلام، كنت ماشي أنا طائل من الشارع، أعتقد وضحت الفكرة سابقا. لكن هو اعتقد أنه كان عنده هاجس ما أو تخوف من نوع آخر، أنه كيف إحنا عرفناه بالضبط. أنا عرفته فظلينا ماشيين طبيعي جدا. هو أتى بسيارته وكان عنده رفقة وكان عنده ابنه، فحاول أنه يأخذ لنا أو يلتقط لنا صور من بعيد من السيارة. نعم. هنا توجهنا إليه وقلنا له يعني لماذا تصور، يعني ألم تعرف أنه هذا شيء يتعدى القضية؟ بعد ذلك هو زي ما ذكرت لك بالضبط أنه بدأ يحاول أنه نزل من السيارة هو رفقه وابنه بالضبط. صار خلاف، لم يكن نقاشا بقدر ما هو خلاف. نعم. لاحقا ما الذي حدث يعني بعد هذه الواقع؟ أنت تعلم أن خلفان غرد يعني تغريدات على صفحته وطلب معلومات عن الذي نشر الفيديو، كيف تلقيت هذا الخبر؟ هل أشعرك هذا بالخوف أكثر؟ هو أنا لم أكن أتوقع بالمناسبة أنه ستكبر هذه الحادثة أو الحالة إلى هذا الشكل. لكن الجميع يعرف أنه ضاحي خلفان لا يسكت زي ما يقولون، يعني هو 24 ساعة قاعد يكتب ويبرد وعنده هوس في هذا الاتجاه. ثاني حاجة بالتأكيد هو شخص خطير وشخص أمني ومعروف. كان هناك نوع من التخوف، حتى أني في البداية لم أظهر باسمي أو بصورتي حتى أتابع ما سيحدث بالضبط. فهو توجه إلى الكتابة وسأل عن الصحفي الذي نشر الفيديو بالضبط، وكان هناك حتى أنه بحث عني شخصياً. ذهب إلى مجموعة موجودين هنا، مجموعة يمنيين يعملون هنا، وظل يسأل عني لأنه التقط لنا صور في نفس الواقع الذي صار. يعني ذهب وأراهم صورك وقال لهم من هذا وطلب معلومات عنك. نعم بالضبط هذا الذي حصل. وهل استطاع أن يصل إليك؟ هل استطاع الوصول إليك؟ هو لما يصل إلي بشكل، أعتقد أنه موجود معلومات عني أو اسمي أو كذا عنده، لكن اتصلوا بي لاحقا يعني في نفس الليلة. شخص يمني عيش هنا كمان اتصل علي وقال لي ما الذي حدث منك وكذا، وتعال من هذا الحديث. يعني بالتأكيد يستطيع أن يصل، الآن العالم مفتوح وأي شخص يريد شخصا يستطيع أن يصل. نعم عبد الرحمن القشائي يمني مقيم في ألمانيا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود.